التنمية المحلية وقنوات الصرف الصحي حلم يراود سكان حي أبزيو 2100 ببلدية الدويرة بالعاصمة. السكان أكدوا أنهم راسلوا السلطات المحلية عدة مرات لإخراجهم من غبنهم. السلطات راهم غايبين عليه، والدعوة راهي هامات، والدنيا هاملة. هذا ماهوش مشروع، هذه فوضى. السلطات هذه تصدر لينا بعين الاعتبار، ما كانش ماناش عايشين، ما كانش. هذا البروجي نورمالمون ديروه 2016، راكي فهمتني، ماشي 2020 يا اختي. جاو خدموا نورمالمون في سمانه يكملوه، راهم في 3 شهور وهما هكذا دراري صغار طاحوا تكسروا. السوسيال محقور اختي العزيزه. هذا المسلك يشكل خطرا على قاطني حي أبزيو 2100. ديرها باش تاع الطريق هنايا كارثه. هاي لك اللي اتوا، هاي لك الباطيمه من بيكيا، شحال طوموبيل هنا الجيران كاع على بالهم بها. اضافه الى الظلام الدامس الذي يعيشه الحي منذ سنوات بسبب غياب تام للاناره العموميه. ما كاش ليكليراج، ما كاش الامن، ما كاش واش راح نقول لك واش راح نخلي لك هنا. جاوا طيشونا هنا وراحوا هادوم. كليراج باش يدور الضو وما باش ينقص الحوادث مورا هادوم. ما كاش، ما بداروا والو. انشغالات السكان هذه قالت عنها مصالح بلدية الدويرة أنها ستحل في غضون أيام. بالنسبة للصيني اسمه هذه اللي راهي داخل الحي باش يربطوا الشبكة تاع الصرف الصحي تاع الحي عدل 3700 مسكن. الأشغال راهي جارية، لقوا تقطعات في الشبكات تاع الماء والغاز والكهرباء. تقطعات كي لقوا التقطعات هذه لقوا مشاكل فيها. دوكا هما راهم داروا لي سيليسيون باش يعاودوا يسقموا لهذا المشكل هذا تاع الصرف الصحي. راهم لقوا لي سيليسيون، راهم عطالوا المهلة سيد الوالي، راهو عطالوا مهلة تاع 15 يوم. الإنارة العمومية الولي المنتدب أعطى أمر للمؤسسة المكلفة تاع ليرما، داروا له الدوفي وراح يعطيهم بون كوموند باش يبداو فيها إن شاء الله على القريب العاجل. أحلام بسيطة بحي في قلب العاصمة وضروريات يطالب بها السكان، فهل ستتحقق الوعود وتنتهي الشكاوي؟